معانا هيشاركوا معانا، عشان طبعا الفريق الاول يقدر يتابعهم ويشوف مدى الاستفاده منهم في الفتره اللي جايه، ايه لو احتاجهم في الفريق الاول ولا حاجه. وان شاء الله الماتش يعني بكره قوي، فرقه قويه يمكن كسبتنا الدور الاولاني، بس الحمد لله احنا قدرنا يعني نتدارك الموقف في الفتره اللي فاتت ونحقق بعض النتائج كويسه. دلوقتي يمكن الموقف بتاعنا في الجدول يمكن ترتيبنا الثالث بفرق 4 بونت عن المركز الأول. طبعا أنت عارف إن في نقص كبير جدا في الفريق. احنا عايزين نوضح للساده المشاهدين ان الفرقه 97 فيها اعارات كتير جدا. فيها يعني يمكن حوالي 12 او 13 واحد ما بيلعبوش، ما بين اعاره وما بين فريق اول. ابرز الاسامي يا كابتن. في الفريق الاول مثلا طبعا احمد حمدي، ايوه احمد ياسر، كريم نيرفت، احمد رمضان بيكهام، بس ده بينزل برضه يلعب معانا. ايوه في مثلا اعارات نصر ماهر، فوزي الحناوي. انت بتكلمني على فرقه جامده جدا يا كابتن، يعني الفرقه يعني دي فرقه، اتنين تلاته من دول بس يلعبوا في ده الفرقه. منتخب مصر اولمبي ده. فطبعا انت بتلعب يمكن ناس يعني هم مش اقل ولا حاجه، بس طبعا لسه ما خدوش فرصتهم. لو في اتنين تلاته زي ما بقول لك من اللعيبه اللي موجوده دي، من الاسماء دي موجوده معانا، هتلعب بارتياحيه جدا، مش يعني مش هتبقى قلقان من اي ماتش هتلعب. بس طبعا ده الهدف الاساسي من الفريق بتاع 97 او الفريق اللي هو اللي تحت الدرجه الاولى على طول، ان هو بيخرج كوادر للفريق الاول سواء اعاره او حاجه عشان يقدر يستفيد منهم بعدين. طيب كابتن احمد، السؤال الاولاني، الكابتن حسام البدري هل بيتابع طريقه لعب الفريق ومباريات الفريق؟ هو بيتابع طبعا يعني كل فتره كده بيحدد من الدرجه الاولى، بيبص على المستوى بتاع اللعيبه واللي ايه بيشوفهم في ماتشات. بيبقى في تواجد طبعا باستمرار من الجهاز الفني، مش شرط طبعا كابتن حسام، ممكن كابتن احمد ايوب، ممكن كابتن طارق سليمان، اي حد يجي يبص يعني على الفريق، عشان يعني حتى يقف على المستوى بتاع اللعيبه وصل لحد فين، لو احتاج حد معين في مركز معين يقدر يبقى في حد هو متابعه. طيب هل بيبقى في تطبيق نفس طريقه لعب الفريق الاول ولا بيبقى في اختلافات؟ لا لا، دي مش شرط يعني، طبعا كل مدرب انت عارف كابتن مدحت طه هو المدير الفني للفريق، طبعا كل واحد بيبقى ليه طريقه لعبه وحسب الامكانيات المتاحه من اللعيبه ومن الفريق ومن الماتش اللي هو محتاج منه ايه. فدي مش شرط ان احنا نطبق نفس طريقه اللعب بتاعت الفريق الاول يعني. طيب هل بيبقى في محاضرات ما بينك وما بين لعيبتك، وطبعا ما بين كابتن مدحت طه اسماعيل، اللعيبه اللي بتنضم الى الفريق الاول وممكن ان هي تشارك بسبب ان مثلا نادي الاهلي في هذه الفتره عنده نقص في المدافعين، هل تمام. بتبقى في اعداد نفسي بالنسبه للعيبه بحيث ان هو لما يطلع، يعني صراحه احنا كلنا ان يعني مش هقول اندهشنا لان دي عاده النادي الاهلي، احمد حمدي والمستوى الرائع اللي فيه تحس ان هو ما عندوش مشكله، لاعب ما هوش ناشئ، فهل في لعيبه ان شاء الله في الفتره المقبله هتبقى بنفس الشكل؟ والله هو في طبعا اللعيب طبعا وهو صغير كده بيبقى عنده طموح ان هو عايز فرصه ان هو يشارك في الفريق الاول بالذات في النادي الاهلي، دي حاجه طبعا حلم كبير بيبقى بالنسبه له، فاكيد هو ما هيصدق يلاقي فرصه ان هي تجيله يقدر يتمسك بيها ويقدر يأدي كل طاقته وكل المستوى اللي يقدر يوصل له عشان يمسك في الفرصه دي. طبعا بنعدهم احنا بنكلمهم كتير بسبب القصه دي عشان يطلع ما يبقاش خايف، يقدر يأدي بثقه وبنفس الروح وبنفس الاداء اللي بيقدر يلعب معانا بيه، برضه يقدر يأدي فيه تاني في الفريق الأول، بحيث إن هو ما يبقاش خايف أو ما يبقاش مهزوز، يبقى عنده ثقة، ما يحسش إنه بيلعب في مكان تاني وهو نفس النادي، بس طبعا مع اختلاف الأسماء مع اختلاف الأهداف يعني. طيب كابتن أحمد، بالنسبة لمحمود صابر وأحمد خالد كارلوس، تمام. هل اتمرنوا معاكم فترة ولا هو هينزل على الماتشات؟ لا هم يعني الجزار يمكن اتمرن معانا تمرينتين بس، هو كان قبل كده بيتمرن في الفريق الاول، كارلوس بيتمرن معانا بقى له حوالي 10 ايام.
والاثنين ان شاء الله جاهزين ان هم يشاركوا معانا بكره ان شاء الله باذن الله. طيب بالنسبة لفريق وادي دجلة، هل وادي دجلة احنا عارفين ان هو في قطاعات الناشئين من الأندية المميزة، هل ممكن يمثل يعني لقاء هيبقى صعب على فريق النادي الأهلي 97؟ ما فيش شك طبعا فريق دجلة فرقة قوية وفرقة محترمة، عاملين نتائج كويسة، يمكن هم سابقنا ببونت في التركيب أو حاجة زي كده، بس إن شاء الله إحنا الولاد مركزين وبقالنا فترة كده قافلين على نفسنا، والولاد معاهديننا ومعاهدين بعضهم إن إحنا إن شاء الله مش هنتنازل عن البطولة السنة دي إن شاء الله. طيب كابتن أحمد، بالنسبة لفرقة 97 ما شاء الله اللعيبة اللي بتلعب دلوقتي في الدرجة الأولى سواء في النادي الأهلي أو المعارين يعني فرقة منتخب أولمبي، إزاي هل بيتم تصعيد بعض اللعيبة من فرقة 99 لتعويض هؤلاء النجوم؟ والله في يعني في يمكن من صعب كمان من ال2000، نعم في حوالي 2 أو 3 لعيبة بيتصعدوا معانا من مواليد 2000، بيسدوا العجز اللي موجود في الفريق، لكن طبعا الولاد اللي موجودين معانا أصلا ما يقلوش كفاءة خالص عن فلو إعارة، بس طبعا كله بدوره وكله محتاج فرصة إن هو يظهر. طيب بالنسبة لفرقة 97 يا كابتن، أنا هسأل حضرتك سؤال، هل الأهم إن حضرتك بتطلع كام ناشئ ولا المهم بالنسبة لك إن أنت تكسب بطولة الجمهورية؟ لا أكيد الأهم إن أنا أطلع كام ناشئ، يعني هو ده رأس المال النادي، دول اللي هيقدر يستفيد بيهم سواء في بيع سواء في إعارة سواء في لعب للفريق الأول، دي أهم بكتير من إن أنا آخد بطولة في الناشئين. طيب كابتن احمد، برضو سؤال الواحد بتساله كتير واكيد حضرتك بتساله اكتر، هل لو جالك لعيب من الاختبارات ما كانش بيلعب في نادي وهو كويس هيتاخد؟ في السن ده اه هو اكيد في السن ده هيبقى صعب، صعب ان هو ما لعبش في نادي قبل كده، صعب انه يعني صعب قوي ان انت تلاقي حد كويس في السن ده ما لعبش في نادي قبل كده، ده اكيد يعني. طب ولو كان مثلا بيلعب في نادي بس النادي على قده الى حد ما، مركز شباب او الى ذلك، ولكن عنده الامكانيات الفنيه والبدنيه، هل بياخد الفرصه؟ بياخد الفرصه طبعا، يعني يمكن احنا في 2 تأيدوا معانا بين الدورين في شهر يناير، واحد تقريبا كان بيلعب في المقاصه من سنه وسابهم نعم وخدناه، وواحد تاني كان بيلعب على ما اظن في يعني في حته في بحري برضو او في ابو قير تقريبا في اسكندريه برضو، وخدناه واتأيد معانا وبيشارك معانا، بس طبعا ما بيشاركش بصفه رسميه، بيشارك بصفه اساسيه، بس بس بيجهز يعني. خد فرصته، اه يعني آه. هياخد فرصته، اتحسن في التمرين هياخد فرصته زيه زي بقيه الناس. طيب بالنسبة للمنافسة في بطولة الجمهورية يا كابتن، مين أبرز المنافسين غير طلائع الجيش ووادي دجلة؟ هل نادي ام بي؟ هل نادي الزمالك؟ هل هو حاليا دلوقتي الترتيب بتاع الجدول عندنا الجيش هو الأول والمقاصة الثاني ودجلة الثالث واحنا الرابع، يعني دول ده كده الترتيب، يمكن الفرق مش كتير، احنا بيننا وبين الأول حوالي 4 بونت، نعم يعني ماتش واحد أو ماتش وتعادل، فالدنيا مش بعيدة يعني، إنما الزمالك حقيقة بعيد شوية، إنبي برضو بعيد شوية تحتينا، إنما المنافسة الحقيقية هيبقى مع الجيش والمقاصة، يعني هم دول اللي ماشيين بشكل مميز يعني. طيب هل بيتم اعداد تقرير عن اللعيبه كابتن احمد بالنسبه انها يعني بتترفع ليه طبعا مدير القطاع كابتن عمرو بن المجد، ويتم طرحها على لجنه الكوره في النادي الاهلي ان في بعض اللعيبه المميزه جدا اللي ممكن تبقى تتصعد الفريق الاول مثلا الجهاز الفني النادي الاهلي الفريق الاول ما تابعهاش بشكل جيد، هل بتعملوا تقرير بهذا يعني بهذا الامر؟ طبعا طبعا في كل فتره طبعا، يعني مثلا بين الدورين اتعمل تقرير للدكتور عمرو، هو كمان بيتابع على طول باستمرار الفرقه، بيتفرج عليها وعارف مين الكويس مين اللي بيأدي كويس مين مش بيأدي، التقرير ده طبعا بيترفع كل فتره للفريق الاول بحيث ان هم ولجنه الكوره طبعا عشان يبقوا عارفين الامكانيات اللي موجوده ايه في الفريق ده، يقدروا مثلا يستفيدوا بيه يطلعوا اعاره، ده يقدر هيفيد الفريق الاول، كل الحاجات دي بتبقى يعني محطوطه ومكتوبه يعني. طيب انا عايز اعرف منك كابتن احمد، مين ابرز اللعيبه اللي في قوام فريق 97 بحيث ان برضو الساده المشاهدين يبقوا متابعين هذا الامر؟ حاليا دلوقتي اه هو مش عايز انسى حد يعني، بس طبعا
في عمرو سعداوي، في هشام شعبان، في بيكهام، في فرماوي، مصطفى فرماوي، في مصطفى صبحي، يعني في ناس كتير. أنا مش عايز أنسى حد عشان ما حدش يزعل مني، بس هما الولاد بصراحة بقى لهم فترة ماشيين كويس ومركزين، كلهم طموح، عايزين طبعا عندهم منتخب أولمبي عايزين ينضموا ليه، عندهم فريق أول عايزين يصعدوا حد يشوفهم. فكل دي طموحات هما حاطينها في دماغهم ومركزين فيها الفترة دي، وإن شاء الله أتمنى لهم التوفيق يعني، وربنا يكرمهم بإذن الله. بإذن الله كابتن، دايما موفقين. كابتن نادي الأهلي والمدرب العام لفريق الفئة 97 الكابتن أحمد عبد الظاهر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة. زي ما حضراتكم